Good Good morning. How are you? How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. Okay. How did you عملت ايه في الامتحان؟ Not quite. So easy. Nice. Okay, we'll start the second term. The second term, هنبدأ الترم التاني مع بعض. Bar. Far. 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 Yard. Yard. Far. Okay, repeat after me, but... جفاف. جفاف. فيها رمال. فيها صخور، صح؟ فيها أمطار كتير؟ لا. طيب هي لونها إيه؟ لونها أصفر ولا أخضر؟ أصفر. أه، ما فيهاش خضرة خالص. يبقى أول حاجة هي البيئة اللي بيتميز فيها بالجفاف. What's going on in here? What's We going are on in cleaning here? Up. Excellent. What's going on in here? We are cleaning up. What's going? And cleaning. Exercise B, read and match. Number one. Who can answer? Anas. Yes, Ziad. Ziad. Number one. Oh, I can't lift it. By my yes, letter C. One C, yes. One C. Basmala number two. B. Here I'll take it. Letter B, excellent. Number two is letter B. ماشي، وممكن نقول لا تسلكوا برضو، أدق. طيب عكسها إيه؟ أوكي. من اعلى طرف ليها يدوس القوه بالراحه كده هيلاقي الصخره اترفعت ولا لا؟ لا اترفعت زي بالظبط الكوريك بتاع الاحمر فين؟ تيتو يلا الاحمر فين؟ ايست تمام والبحر المتوسط تمام في بقى في النص دوت برضه ميه بس ميتها طعمها حلو بنقول عليها ميه عذبه لازم نهر النيل Then before you talk, it's easy. Okay. Answer. Oasis. What? Oasis. Look at it refers to water. Okay? To, you know, to value. To value, something like this. And coastal, you know, coastal region. Or, كوستل اريا متزوجر عند الاثنين اطلع من عند الاثنين واعمل دايره اطلع من عند الاربعه واعمل دايره اطلع من عند سته واعمل دايره طب وبعدين يا مستر هي مالهاش نهايه وانا الخط عندي قافل عند السبعه صح؟ طيب وراجع موصلهم ببعض كده وتيجي في النهايه تعمل سهم كانك راسم شعاع ده معنى ايه؟ ان انا مكمل مع الخط بتاعي وصلت يا شباب ولا باذن الله النهارده هنبدا في شرح منهج الفصل الدراسي الثاني وهنبدأ إن شاء الله مع منهج القواعد النحوية والدرس الأول الأسماء الخمسة بس ركز كويس في فرق أنت عندك درسين السنة دي عندك الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة في فرق بين كلمة الأسماء الخمسة وفرق بين الأفعال الخمسة عنده سؤال في أنا بقوله؟ لا مستر كله تمام محمد عمرو تمام؟ وأنت بتذاكر الدرس ده؟ تمام أنت اعرف الأول يعني إيه حروف ويعني إيه حركات وذاكر الشروط كويس واعرف إن الشروط لازم تتوفر عشان أعربه أعرب حروف ما توفرتش اعربوا اعراب حركات ماشي يا اولاد تمام يا مستر تمام يا مستر شكرا يا اولاد ما انت بتحك ايدك كده هو احتكاك العجله لو ماشيه على الاسفلت او ماشيه على الطريق في او بين بين الكاوتش بتاع العجله والارض اللي ماشي عليها بقوه احتكاك يبقى امتى تنشا لما يكون في سطحين لجسمين بيلامسوا بعض لما يكون في جسمين بيلامسوا ايه بعض طيب مالها مستر مين يقول لي مثال تاني على مقاومه الهواء الطيور ايه
الطيور ماء. الطيور ماشي. لا. لا طيب في حاجة مش واضحة في الدرس؟ لا سهل جدا. طيب. تمام انتوا اللي شطار، والترم الثاني قلت لكم اسهل من الاولاني بكتير. خلاص كده اشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله، تابعوا بقى المواعيد بتاعتكم. Can you tell me what can you see in this picture? What can you see in this picture? شايفين ايه؟ What can you see in this picture? Shopping. Yes. A girl and her father. They are shopping. They are shopping. يعني هما بيعملوا ايه؟ Shopping. يعني بيشتروا ملابس جديدة. Oh, shopping يعني بيتسوقوا هما الاثنين. They are. Where are they? Where are they? هما فين؟ It's the shopping. Supermarket. Department store. They are at the. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنبتدي أول حصص الترم الثاني. إن شاء الله أنت هتتابعونا بقى حسب الجدول اللي هينزله المدرسة، وتفضل تجرب لحد ما توصل للخمسة أو تعديها. تاني يا أولاد تاني، زي طريقة القسمة المطولة بالظبط، زي طريقة القسمة المطولة بالظبط. أنت دلوقتي خلاص نزلت المقام كام؟ مين؟ عايز بقى أجيب العدد اللي هنا، وعايز أجيب العدد اللي هنا اللي هو خمسة. تعالوا الأول نجيب العدد اللي هنا، نجيبه إزاي؟ قال لك تاخد الاتنين دي، تاخد الاتنين دي تعمل لها جدول الضرب لحد ما توصل للخمسة اللي البص دي أو تعديها. تعالوا نشوف الأخبار يا أولاد. الحمد لله. ماشي، بص يا حبايبي ان شاء الله الترم ده هنبدا بقى، هنبدا الترم الثاني تمام. هناخد درس اسمه الزراعه وتربيه الحيوان وصيد الاسماك. الدرس طويل شويه مع بعض، هنقف لغايه ما انتوا تقولوا خلاص بس كفايه كده. اتفقنا؟ مصادر الميه في مصر اللي احنا ممكن نشربها عندنا ثلاث انواع، لا اما ميه نهر النيل، لا اما مياه جوفيه، لا اما مياه الايه الامطار. اهم عنصر فيهم مين؟ نهر النيل. يبقى اهم عنصر من عناصر الميه في مصر، او اهم مصدر من مصادر الميه في مصر، هو مين؟ نهر النيل. نهر النيل. يلا مالك. They are. Thank you. They are my glasses. 20. Okay. Before we play. Okay. I use a racket. Yes. I use a racket to hit the ball. To hit the ball. Excellent. Okay.